السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير عنيا، كلشي مزيان. تحياتي لكم، تحياتي كاع المتابعين ديالنا من قريب من بعيد. هذا الفيديو هذا مهم بزاف، لان غنشرحوا فيه شي حوايج اللي هما زوينين وزوينين بزاف، خصوصا يعني الناس المبتدئين يعني في الدومين، ولا حتى اللي يعني ديجا خدامين. وكذلك هذا واحد الفورماسيون صغيره غادي نديروها ليكيب اللي كاينه معنا في المحل. دوك هنا كنهضروا على واحد الهوندا اس اش 45 ولا 50. هذا واحد لي سيستيم ديال ستار، يعني ملي كنقولوا ستار يعني كنهضروا غير داك كيفاش كيدير الموتور امارش، يعني كيفاش كيدور. يعني هنا كاين واحد المجموعه ديال لي بياس اللي كاين هنايا، يعني على اساس ديالهم اللي هي هاد الاسيوم، هذه كتسمى البواتي، اللي هي هذه في الصوره دابا تشوفوها، هي هذه. دونك هذه هي البواتي. دونك هذه يعني كتدخل وكتخرج. وهاد لي ستاتور هادو، ثلاثه الفيشات اللي شفتو هما هادو. وهنايا يعني كاين ديال شارج، كاين ديال شارج وكاين ديال وكاين ناقص. دوك هنا غادي نشرحوا للدراري يعني كيفاش كيخدم هذا السيستيم هذا. دوك حنا كنعرفوا بان الهوندا اس اش ما عندهاش الديمارو، يعني الديمارو ما كاينش. شنو كاين؟ كاين هذا الستاتور هذا، في نفس الوقت كيكون هو اللي كيديماري، وفي نفس الوقت اللي هو اللي يعني كيشارجي لينا الباتري. دوك هنايا هذا هو يعني بزاف ديال المراحل غندوزو منهم. هذه الطب الاولى اللي غادي نبداو بها، اللي هي واحد التعريف كيفاش كيدير الموتور امارش. دوك هذا لي بيكي، ديال الجنب اللي كتعرفوا ديال الجنب. دوك هذا هو السيستيم ديالو، كيجي واحد كابل يعني من 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 يعني واحد لامص خارج من الكالكيلاتور. شوفوا معايا دابا البيكي الخيطه ديالو، دوك جوج اللي كاين في الفيش هما هادو، واحد جاي من هنا من الكالكيلاتور، ونفس الاخر جاي من الكالكيلاتور. ها هو كيما كتشوفوا جاي من الكالكيلاتور، يعني هذا داخل وهذا خارج. دوك هادو ملي كيكونوا مقطوعين، ما كاينش امارش، الموتور ما كيديرش امارش. هذا البيكي. دوك شحال من واحد مثلا كيطيح لي الموتور كيضرب وما كيبقاش خدام بيكي، وكيبقى يمشي يجيب لك ستاتور، يبدل لك ستاتور، يبدل السيكابي، يمشي يبدل هذيك الروليات، واخا هو مازال كاع ما جوج. يعني اول حاجه عندنا حنا في هذا الماطر ديال الهوندا كنمشيو ليهم، اللي هما جوج ديال الحوايج، هما هاد البيكي، وعندنا هاد لي بوطون بوسوار. هاد لي بوطون بوسوار هاد اللي كتشوفوا دابا هنا هما هذاك ستار، هذيك البوطونه، وعندنا ديال الفران، يعني الفران ديال ليد في عندنا جوج. وعندنا هذا البوطون، يعني كاين البوطون بوسوار واحد والبوطون بوسوار الثاني. دوك هادي هي ديك الرولي الكبيره اللي كتكون في مثلا في الهوندا في الاس اش، في هذاك الرولي الكريه، وكاين هذيك الرولي الكحله. دوك هذيك الرولي الكحله هي هادي. دوك هذيك الرولي الكابلاج ديالها فيها اربعه ديال الخيوط، فيها خمسه اللي فيها كاع. دوك عندها واحد الصفر كيجي من البواتي، واحد الخيط صفر كيجي من البواتي، هو اللي كيعطيها اللي كيخدم لنا الرولي. وهنايا دوك جوج كبار كيجينا واحد احمر من الباتري، هذا هو الباتري، وعندنا هادو اللي فيزيبل اللي كيتعلقوا بالستار. كاين عندنا واحد فيزيبل 15 امبير، وكاين عندنا واحد فيزيبل 10 امبير، وكاين عندنا هذا هو الكونتاك. يعني حنا ملي كندوروا الكونتاك، ملي كيتزاد هذا مع هذا اوتوماتيكمون كيكون عندنا الضو هنا في هذه الرولي، كيما كتلاحظوا كيجي الضو دابا من الباتري. عندنا شوف باش تعرفوا، كاين جوج، كاين البيرمانونس وكاين ابخي كونتاكت. البيرمانونس هو هذا الاحمر، هذا الاحمر كيكون ديريكت وغادي. وهنا غاتجيو مثلا واحد ليتاب اخرى اللي غادي نشرحوا فيها هذاك الاحمر فين غادي ومنين جاي وفين كيدوز، مع من كيتلاقى ومع من كيدوز. دونك حنا غادي نهضروا على ستار بوحدو، لان هادو بزاف ديال يعني للي طاب، غير حنا غنبداو بهذه. دوك هنا ملي كنشعلوا الكونتاك، اصلا الكونتاك يكون ديجا جاي من واحد الخيط من الباتري، وجاي ديريكت من الكونتاك، كيدوز على البواط فيزيبل، كيدوز عليها وعاد كيمشي للكونتاك. من الكونتاك كيخرج ديريكت مو كيمشي واحد كيدخل يعني الكالكيلاتور، والاخر كيمشي كيبقى غادي كيدوز بزاف ديال البلايص، منهم يعني البوبينا، منهم لي سيستيم انجيكسيون، يعني كله كيدوز واحد 12 فولت يعني ابخي كونتاك. دوك هنا كيجي كيدخل الضو لهنا الكالكيلاتور، وكيكون في هذيك البوبينا في الرولي، الكحله الكبيره كيكون فيها.
دوك هاد الروليه هادي ملي غادي يكون عندها الضوء شنو خصها؟ غادي خصها لاماس. داك لاماس كتجيبو الكالكيلاتور. امتى غتجيبو الكالكيلاتور؟ ماشي غتجيو وقيتها تجيبو، لا، حتى يكون هذا، حتى يكون هاد 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 الزعي الثاني، ضغطي البوطون زيدي هذا مع هذا وجديتي الفران، عاد هذا كيخرج لينا لاماس. ماشي ديما غتلقى فيه لاماس. والدليل على هذا هو ملي كيكون بعض المره كنشدو الفران وكنضربو الشطار وكنسمع واحد تك 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 تك، لكن امر ما كاينش مثلا. علاش؟ البواتين ملي كيجي الزائد من هنا، ملي كيدخل لها في هاد البلاصه هادي، ملي كتدخل لها 12 فولت اوتوماتيكمون كتجري لنا هاد الرولي باش تخدم. وملي كتجي لنا هاد الرولي تخدم، يعني كتزيد لنا هذا، كتزيد هذا معنايا باش يدور، باش يدور هاد الموتور. هاد الموتور طاو باش يدور، باش يدور هاد الساتور يدور لينا هذيك الفولامانيتيك، خاص ضروري لي سينيال يجي من السيكابي. يعني الا ما كانش هاد السينيال هذا من هنايا، ما يمكنش يدور لنا هاد الموتور هذا. هنا الحاجه الاخرى ثاني اللي ما تخليش يعني يدور، اللي هي هاد البيكي هذا. هاد البيكي هذا الا ما كانش خدام، ولا هاد لاماس الا كان مقطع الاول ولا الثاني، يعني ما غاديش يكون الموتور، ما غاديش يدور الموتور. دونك هنايا كاين عندنا الباتري، وكاين عندنا الكونتاك، وكاين عندنا ديك الرولي الكحله، وكاين عندنا البوطون اللي هو كان اللي هو في ستار اللي كنشدوا فيه اللي كنضربوا فيه، وكاين الفران. الفران في لي بواني ديال الفران عندنا في الهوندا اس اش مثلا في هذا الموديل هذا، يعني البوطون بوسوار كاين جوج ديال لي فونكسيون، وحده ديال ستوب وحده كيدوز لنا واحد لابخي كونتاك تاع هذا. يعني الا شفتوا دابا، الا شفتوا هذاك الفيش كيكونوا فيه هذاك البوطون بوسوار، كيكون مثلا فيه اربعه ديال الفيشات، جوج بوحدهم، وعلى الامر راه كيكونوا هما جوج كيكونوا كبار وجوج كيكونوا صغار. هذا كيكون داير بحال هكا، وهذا حتى هو تيكون داير بحال هكا. يعني عندنا جوج ديال يعني ملي كنشدوا الفران غير ديك شويه كيخدم الاول، ولكن باش نديرو امارش خاصو يتزا حتى هذا، حتى هو يتزا. دونك هذاك الثاني هو هذا، هو هذا الثاني. يعني ملي كنشدو الفران مزيان عاد كيدخل لنا واحد الضو الكالكيلاتور، والكالكيلاتور اوتوماتيكمون كتجيري هذا، كتجيري هذا هذا البوبين هذا هذا الرولي هذا، هذه كتسمى الرولي، عقلوا عليها يعني الرولي. دونك الا ما كانتش هاد لا كومونيكاسيون داخله لهنا، ما يمكنش تخدم لنا الرولي. والا خدمت لنا هاد الطريقه الاولى، هاد البارتي خدمات، الا كان واحد الخيط في هادو مقطع مثلا، فقط هادو مقطع، راه ما غاديش يخدم لنا الموتور، ما غاديش يدير لنا مارش. وهنا في هادو ما غاديش تشعل لنا مثلا تشيك طابلو، في طابلو البورد عندك هادي وعندك هادي، ما غاديش يشعلوش لنا في الطابلو. حتى الساتور مثلا كان مقطع ما غاديش يشعل لك شنو، ولكن السيكابي لا، هذا اللي كان مقطع مثلا ولكن فيه شي مشكل، اوتوماتيكمون غتشعل لنا تشيك في الطابلو بان عندنا واحد المشكل. ولكن في هادو لا، امتى غنعرفوهم؟ غنعرفوهم مثلا بواحد الانترفاس، واحد لاباري ديال الدياغنوستيك مثلا هنايا، غادي ندخلو وغادي نتشيكيو دوك لي زوبسيون اللي كاين على برا، كل وحده كنتيسيوها بوحدها. علاش؟ علاش مثلا كنعرفوهم حنا بلاباري؟ حيت هما عندهم لا كوموند مع الكالكيلاتور، وحنا هنا عندنا الكالكيلاتور يعني كنتكونيكتو مع الدياغنوستيك باش كنعرفو واش ديك البيكي خدام، واش هذا خدام، واش هذا ما خدامش، يعني كل حاجه كتعرفها بلي ديتاي. دوك هنا هذه واحد الصوره يعني كتوضح هذه الامور، يعني عندنا البيكي، ومن بعد ان شاء الله غادي نهضروا على لي كولور، يعني البيكي والرولي وهاد لي بوطون هادو ما كيبانوش في الدياغنوستيك بانه راه مشكل عليك تشيك، ولكن ما غاديش يخلو يديروا الموتور امرش. الا كاين شي مشكل فيهم ما غاديش يديروا امرش. هنا العكس الثاني ديال الماطر مثلا ديال الشينوا، في لي بيك اللي كيعرفوا دابا الناس في المطر ديال الشينوا اشنو كيدير؟ واش كيزدي ولا كيطلق؟ كيفرق؟ ها؟ فوالا كيفرق؟ يعني ملي كيتزا جوج خيوطة كتقطع الكورون ما كتبقاش ملي كنزدوهم، ولكن ملي كنفرقوهم كيدير لهم طرا مارش. فهاد لي سيستيم ديال سي دي اي، في لي سيستيم ديال لو سي ام العكس،
يعني هادو الا فرقناهم ما غاديش يدينا المطرمر. اشنو خصهم؟ خصهم يتزاو، خاص هادي تزدا، يعني هذا خاصو يتزدا. دوك هنايا هادو هما الحوايج الاساسيين باش يدير، باش يدير الموتور امارش يعني في الهوندا اس اش 125 و 150 اللي هي كيسموها يعني شائعه عندنا حنا بالروبو. وهنا غادي ندوزو لي زاكتياتور، حيت حنا دابا الهدف من هذا الشيء هو نعرفوا كل حاجه اشنو كدير بداك الموتور. الى عرفنا داك البوطون شنو كيدير راه غادي نفهموا داك الموتور مزيان. دابا حنا قلنا ان البيكي اش كيدير؟ هو كيقطع الناقص، ولكن ما كيقطعوش على الرولي ولا شي حاجه، كيقطع على البواتي في الداخل على واحد الترانزستور. دوك هنا لو بيكي قلنا الا زديناه غادي يجينا واحد الناقص وغادي الفونكسيون ديالو، قطعناه ما غاديش يخدم. دوك غادي نمشيو للبوطون ديال امار ستار، هذاك البوطون ديال امار شنو كيدير؟ اش كيكوموندي لينا؟ كيكوموندي الزائد. مين جاب هو الزائد؟ منين جاه؟ فوالا جا هو الاول من الكونتاك، هو جاي من الباتري، من الباتري البواط فيزيبل خدم من 15، جا الكونتاك، من الكونتاك مشى ديريكت هو داز هنا فين ما لقيتو هادو كتعرف بان اخيت مشروك معاه، فين ما لقيتو دوير اخيت مشروك معاه، داز بحال هكا راه مقاطع هو وياه، دوك هادو كيكونوا مشروكين. دوك جا داك الخيط ديك داك بخي كونتاك جا هو يمشي للبياسه ديال الفران، هادي هي البياسه ديال الفران باش تعرفوا، هادي البياسه ديال الفران موتور بوسوار جوج، لا خصنا نقلبوه نديرو هنا واحد وهنا نديرو جوج. دابا هذا، هذا هو الفران، الفران ديال اليد هو هذا، وهذا هو البوطون ديال ستار، يعني حنا كنشدو الفران هو الاول. علاش علاش ملي كنضربو دابا حنا هذاك البوطونه ما كيخدمش لنا الضو، ما كيدورش الموتور، ما وصلش الضو، يعني الضو مقطوع، مقطوع هنايا. دوك حنا اول بوطون دابا حنا بغينا نركو عليه، بغينا نركو هنا، اول ما غادي يخدم لنا والو. علاش؟ حيت هو ما عندوش الضو، ما كاينش فيه الضو، ما فيه ولا ما فيه والو، مقطوع عليه. والاخر جاي ديريكت هو من الكالكيلاتور، يعني هو فيه جوج ديال الخيوط، هذاك البوطون ديال ستار جاي واحد من الكالكيلاتور ديريكت هو، ماشي جاي منه ولكن كيدخل ليه الضو. هذا جاي من الكونتاك وجا حتى البيسي ديال ستوب ويوقف، ومنه في الطابلو دو بورد في ذاك القدام ديال 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 الهوندا خارج واحد الخيط من هذيك الساروتا من هذيك البوطون بوسوار وغادي ديريكت هو للستار. يعني حنا كنشدو الاول، حنا شدنا الفران، دابا حنا دوزنا هذا، حنا دوزنا الزائد هذاك البوطون ديال الفران، ها هو دابا البوطون ديال ديال ستار ولا عندنا فيه الضو، غادي نضغطوه اوتوماتيكمون غيدخل الضو لهنا لهذا الكوموند لهذا الخيط هذا. اش غادير الكالكيلاتور ديك الساعات؟ لمن؟ الستاتور، وهي ما عندهاش علاقة مع الستاتور، هي غتصيفطها للرولي، الكالكيلاتور غتصيفط غتصيفط لنا لا كوموند الرولي، غتخرج اوتوماتيكمون دخل الضو هنا، غادي يخرج الناقص هنا. فهمتوا دابا استوعبتوا معايا هادشي هذا؟ يعني حنا بينا في ذاك الموتور كل حاجه ولا نعرفوها شنو كدير. دوك شحال من واحد مثلا يجي يهز مثلا كاع نعرفوا مثلا شي واحد فيكم مشى هز 200 متر تاع عبر هذا الصفر هذا، وهذاك الصفر ما يمكنش يخدم الا ما دخل الضو هنايا. يعني هنا كاين واحد الشراكه بيناتهم، واحد الشراكه معقده، يعني كيجي الضو لا بخي كونتاك كيخرج من الكونتاك وعنده علاقه حتى مع الفيزيبل، يعني راه يقدر يكون هذا الفيزيبل مقطع 10 ما تلاقيش تقد الضو انت في هذا الشيء كامل، ما غاديش يدير لك الموتور امارش. فيزيبل واحد عاود ثاني تقطعنا الفيزيبل الاول راه ما كاينش مارش، يعني هادشي كلشي غادي يكون ما خدامش. يعني في التيست مثلا فاش ندير التيست انا مثلا ملي يكون عندي مثلا ملي يكون عندي امارش اللي حاجه اللي هي سهله وزوينه شنو هي؟ هي الصوت. الا انا كنشد الفران وكنضرب البوطونه وكنسمع هذيك الريبي كتقول طق 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 وامارش ما كاينش، كنعرف بان هذا السيركوي راه سليم، هاد السيركوي هذا من الكونتاك وهاد الفيزيبلات هادو هنا راه خدام، هاد الشيء هذا هذا خدام، يعني الكالكيلاتور كتدخل لدوز فولت وكدير لنا لا كوموند رولي، هنا راه واضح داك الشيء. ولكن امارش ما كاينش، دوك هنا غيكون عندنا اما عندنا مشكل في السيكابي، غير الا كان عندنا مشكل في هاد السيكابي هذا راه غيتشعل لينا تشيك في الطابلو، ولكن الا كان عندنا مشكل في هذا ما غاديش تشعل لنا السيكابي، ما غاديش تشعل لنا تشيك في الطابلو. يعني البيكي حتى هو خصو يكون مزدي،
لان البيكي تيقطع لنا الضو ماشي على الرولي ولا على هادو، ما عندوش علاقه معنايا، كيقطع على واحد الترانزستور كاين داخل. يعني ناقصكم تفهموا هاد الامور هادي. يعني الا سولناك دابا على هذاك البوطون ديال ستار شنو كيدير، الا سولتكم دابا شنو كيدير، كيدوز لنا الزائد. فين كيدير لك الزائد؟ لا كيدخلوا لك هكا طول صاحبي، ماشي الرولي، الرولي هي وحده. شوف حنا كناك دابا راه كيجي الضوم هنا، شوف هو ها هو جاي دابا كيتمشى الضو زيد 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 هنا ويحبس على الفران، بقى شدينا الفران هو داز الضو كمل الطريق ديالو، هذا كتسمى 12 فولت باش تفهموا. زيد جانا شدينا الفران هو وصل لذاك البوطون هو يحبس ثاني، ضربنا البوطون هو الضو داز هو دخل الكالكيلاتور. دوك اوتوماتيكمون كيدخل الكالكيلاتور، دوك اوتوماتيكمون هاد الكالكيلاتور غتقرا هاد الشيء هذا داك الميكرو كونترول وغادي يخرج لنا هنايا الناقص ويجرنا هادي. وحنا كنعرفوا الرولي ملي كتكون داير بحال هكا هي غير كتجي على الكالكيلاتور كتعطيها الناقص كيمشي هذا كي ما كيبقاش هنايا كيولي ملاقي. الا تلاقى هذا شنو كيعني؟ يعني داك الضو داك البيرمانونس هو جاي من الباتري ديريكتومو كيولي داخل ديريكتومو داز هنا وداخل الكالكيلاتور. وانا ملي كيدخل الكالكيلاتور هنا الكالكيلاتور كيدخل هذا النظام هذا هذا السيستيم هذا هو اللي كيجير لنا هذا باش يدور الموتور. فبدابا البلان كيفاش داير؟ يعني داك الشيء بزاف ديال لي كوموند باش في الاخر هو يدور لنا هذا الموتور هذا. وهذا الموتور هذا باش نهضروا عليه غنهضروا عليه بوحدو خاص هو، لان هذا معقد واحد شويه. هذا الموتور هذا ماشي بحال لي دينامو اللي عندهم يعني تشاربونات. دوك هنا كتكون هذه محلوله وكتكون هذه محلوله وكتكون هذه محلوله وكتكون هذه مزي محلوله. دوك الا كانت في هذه الوضعيه هذو راه ما كاينش امر، يعني امر راه ما كاينش. دوك خاص يكون هذا الخيط مزي مع الاخر ديال البيكي خاص يكون مزي، وخاص يعني لا طونس يكون هنايا. يعني نجيبوا مثلا الملتيمتر بحال مثلا الى مثلا هنايا كنضرب وما كنسمع ديك الطق طق لا والو. يعني اول حاجه غادي نمشي نقلبها اشنا هي؟ هي الفيزيبلات، حيت عندي جوج ديال الفيزيبل كيتحكموا في هاد لا كوموند هادي. وعاد الكونتاك كاين واحد فيزيبل من بعد الكونتاك وكاين واحد من وراء الكونتاك قدام الكونتاك، يعني كاين جوج. يعني هذا غادي نتشيك هاد لي فيزيبيلات بجوج بالمليتيمتر واش خدامين مزيان. غادي نتشيك هذاك الخيط فيه سيدي الاحمر والكري اللي فيه الاحمر والكري ابخي كونتاك. يعني هذا كيجيب لينا الضو اوتوماتيكمون كيدخل لهاد الرولي هنايا كيدخل ليها الزائد وكتبقى، حيت هذاك هنا ما جاياش يعني الناقص ما عندهاش، وهذا كيخرج باقي كنعقل صفر. هذاك اللي كيجي في الكالكيتور صفر. دوك هنا كيجي الضو هذا حتى البيسي ديال ستوب وكيحبس داك البوطون بوسوار كاين فيه وكيبقى اوتوماتيكمون. انت كتشد هذاك الفران، انا دابا جديد فران دابا انا زيد دابا هادو انا زيد دابا هذا وانا زيد دابا هذا. يعني ملي كنزيد فران هذيك دوز بوطي كملت الطريق ديال وصلت دابا هنايا. اش بيبقى ليا دابا؟ بيبقى لك ديال ستار، داك ديال ستار غادي نزديه ملي غنزدي مع من هذاك اللي جايب الضو وهذاك اللي غادي للكالكيلاتور. يعني هاد المسافه دابا اللي شفنا دابا حنا هنا شحال من واحد مثلا كيقول لي واش تقدر تقول لي من اش المشكل؟ هاد الخيط شوف منين غادي بعدا، غادي من حدا البطونه وغادي حتى الكالكيلاتور في اللور ديال الموتور. يعني كامل تسمى واحد الخيط غادي حتى داك اللور، يعني هاد الخيط هذا غادي حتى اللور. هاد الخيط هذا غادي من الجهه ديال اليسر حتى الجهه ديال اليمين، وهذا منين جاي؟ جاي من البواط فيزيبل وغادي من البواط فيزيبل حتى الـ حتى الـ حتى الـ حتى هذاك ديال الفران. عندنا هذاك ديال الكونتاك، هذا ديال الكونتاك هذا جاي من الكونتاك. ملي كنقولوا على الكونتاك حيت هذا الكونتاك هذا باقي فيه لي ديطاي، حيت هذا الكونتاك هذا ما كيجيريش هو ديريكتوم هادشي كامل، كاين واحد الرولي اللي كتجيريه. هاد الكونتاك هذا كيخدم واحد البياسه واحد الرولي، وديك الرولي كتعطي البواط فيزيبل
حيت هنا ما هنا ما باش نختصروا باش تكون عندكم في فكره. عاد ندوزو لان الكونتاكت هنا في هاد لي زاش ما كيديرش هاد الخدمه هادي بوحدها، وانما كيجيري واحد الرولي اخرى ثاني، وديك الرولي هي اللي كتشدو منها بزاف ديال سميتو شادين منها بزاف ديال الخيوطه. دوك هنا ملي غادي يدوز الضو هنا، اش قلنا غادي الكالكولاتور غتخدم لنا هاد الرولي. اصلا هنا راه قلنا فيه الزائد وهذا غيخرج لنا الناقص اوتوماتيكمون، غادي يخرج لنا تخدم هاد الرولي هادي، غادي تشد هذا ما غاديش يبقى بحال هكا، غيدير هكا غيتزا. ملي غيتزا هذا غادي تدخل ديك 12 فولت اللي كاينه في الباتري اللي هي غليظه كبيره، وغادي تدخل ديريكتوم وغادخل الكالكولاتور وغادخل واحد البروغرام اللي كيجيري هذاك الستاتور باش يدور. وهاد الستاتور هذا ما غاديش يدور بيان سور حتى ياخذ المعلومات من السيكابي، واش مقطع فيه حتى شي خيط، واش داك الشي طرون كاين مقاد، عاد غادي يدورنا هذا. وبيان سور يعني كتكون هذيك البيكي مزيه. دونك هنايا ربما غتكونوا استوعبتوا اشنا هو كل بوطون شنو كيدير. الا سولناك دابا سي سفيان شنو كيدير داك البوطون ديال ستار، اش كيدير؟ كيدي الزايد. واش كيدي الزايد ولا لا؟ غادي الزايد، غادي ليه الزايد كيدخل ليه. وفين كيعطي داك الزايد؟ ملي كيزيدناش فين كيدي الزايد؟ ها لا ما كاينش الرولي هنايا، كيتسمى الكالكيلاتور. كيدخلوا لهادي، كيدخلوا لهادي، كيدخلوا للسيم بواتي. يعني هذاك البوطون ديال الفران كيجي الضو، ملي كيجي الضو كيجي الضو من الكونتاكت. يعني ملي كنشعل الكونتاكت، ملي كنزيد الكونتاكت هذا، ملي كنزيد هذا، ياك عرفتي شنو هو؟ شنو هو هذا؟ الباتري فيه الزائد وفيه الناقص. دوك الناقص الزائد ديالو ملي غادي يخرج فيه غيمشي هو، داز البواط فيزيبل، داز الرولي، داز الكونتاكت، خرج هو غادي زيد 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 هو زيد تلاقى مع هذا حتى هو دخل هنايا الكالكيلاتور، وغادي تلاقى مع دخل الرولي. حيت هنا كاين الرولي واحد، اش نقول لكم قبيله، كاين الرولي واحد كاين الرولي جوج، وغادي يكمل الطريق ديالو ومشى حتى لديك الفران ديال ليد. هو دخل الفران هنا قلنا مفروق، وهذا قلنا مفروق، هذا سويتش. ملي كنشد انا الفران، ركز معايا دابا مزيان، ملي كنشد الفران اش كندير؟ كنزيد الخيوط هادو. ها هو كمل الطريق ديالو داك 12 فولت، ها هو دخل، ها هو وصل داك البوطون هذا اللي كضرب صبعك دابا انت، ها هو تزدا. دوك هذا دخلوا الاو سي ام الكالكيلاتور، ها هي الاو سي ام، يعني دخل لي هاد الضو، وهي اوتوماتيكمون كيدخل لها الضو من هنا. اش كدير هي؟ اش كدير؟ ماشي كتحول الضو، كتعطي لها كوموند. حيت هذا بروغرام، هذا كيدخل ليه الضو واحد البلاصه كيخرج لك واحد البلاصه اخرى. اشنو حاطين المصنع اللي صاوب هذا الكالكيلاتور، اللي صاوب هذا البواتي، هذاك الميكرو كنترول حاط فيه بزاف ديال لي بور، كل بور اش كيدخل ولا اخر شنو كيدير. يعني ملي كتدخل ليه واحد الحراره من هنا كيشعلنا هادي، ملي كتدخل لنا مثلا واحد البريسيون من هنا كيدير لنا هادي، فوق واحد البور اخر، ملي مثلا كتدخل لنا واحد 12 فولت من هنايا يعني كيعطينا واحد لا كوموند اخرى في شي بلاصه اخرى. هذا هو الميكرو كونترول هكا كيخدم. دوك هنايا مع كتدخل 12 فولت هنا الكالكيلاتور اوتوماتيكمون في هذا البور هذا بالضبط، هذا البور هذا هنا. قرب معايا باش تشوف هنا، قرب معايا باش تشوفوا معايا هنا واحد الصوره. دوك هذا هو الموتور. دابا علاش هما داروا الديود هنا دابا؟ ها؟ لا ماشي ما غادي يكون عنده، غيتلاقاونا هنا 12 فولت، راه هنا جايه فيه 12 فولت وهنا جايه فيه 12 فولت، يعني هنا فيه الفي وهنا فيه الفي. الا ما كانش هاد الديود هادي، هاد الحركات اللي غنديرو حنا كامل درنا هذيك ديال الفران وديال الستار وديال الرولي غير باش هاد الخيط يتزا مع هذا باش يدخلنا 12 فولت هنا. ولكن راه الا ما كانتش هادي راه 12 فولت راه حيت الكالكيلاتور باش بتخدم هي، خاص يجي واحد الضو. يعني مع كتشعل الكونتاكت يجي واحد الضو حتى هي مع هذا كيدخل ليها. دوك هذاك الضو خاصو يعني يكون عنده واحد البور دو ديود
واحد الديوده باش داك الضو يكون لا علاقه حتى هو مع هذا اللي غيدخل باش يدير الموتور مارش. هذاك الضو هي باش تخدم، هي باش دير داكشي اللي داك البروغرام، باش يخدم داك البروغرام باش يعرف راه انت وركتي وانت ضغطتي وهذا الشيء هذا، فهمتيني؟ ولكن ما يمكنش هو يوزن هذاك هذاك الضو الكبير لهنايا، ديك لا طونسيون لهنايا باش يدور هذا. هذاك الشيء باش داروا سيباري وداروا لي هذاك الديوده باش هذا كيدخل غير باش يخدم لنا هذاك الميكرو كنترول، ولكن لا كوموند باش كيدير امارش يعني كتكون يعني كتكون بوحدها. وحتى من الديزاين، حتى من الديزاين ديال هذاك ديال يعني في لي فيش تكنيك داروا هذا غليظ، هذا الخيط هذا داروا غليظ على هذا، داروا هكا غليظ باش نعرفوا بانه هو هذا خيط غليظ هذا، وهذا حتى هو خيط غليظ هذا الحمر هذا، يعني ماشي خيط يعني هذا كيبان غليظ على هذا. دوك هذا الشيء باش خصنا نفهموا لي بيس اللي كيكون في الموتور شنو كيدير. الا مشيتو حتى وليتو كتعرفوا هادشي شنو كل بيس شنو كدير، كيولي عندك داك الموتور في 10 دقائق دير لها مارش. حنا كنعرفوا هاد السيستيم هذا دابا عند الناس، ولا مثلا عند الحريفيه كيقدر هاد الموتور هذا يشدو واحد يومين ولا 3 ايام. وهذا الدليل هذا كتشوفوا دابا الناس اللي كيجوا عندنا من اكادير مثلا، كيجي واحد الموتور كيقول لي خصك ستاتور ولا خصك هادي. علاش؟ علاش يقول لي خصك ستاتور؟ حيت هو ما كيفهمش شنو كيدار هنايا. ولكن وليدي كتفهم شنو كيدار هنا، غتعرف بان هادي راه خدامه كيدير الخدمه ديالها، وبان هادي خدامه كيدير الخدمه ديالها. يعني هنا كتولي كتفهم وكتميتيليزي شنو تدير. دوك انا الا سولناك محمد هنا شنو كيدير هذاك الخيط دابا، اييه كيدوز الضو لفين؟ البطونة تاع عامر، أما البطونة ديال عامر فين كيمشي؟ هو قدام هو قدام فين داخل دابا؟ ها؟ كيمشي للكالكيلاتور، يعني كيدخل للكالكيلاتور، وملي كيدخل للكالكيلاتور شنو كيطرى؟ كيعطي واحد المعلومات باش يخرج الناقص، يعني ديك 12 فولت كتدخل للميكرو كنترول كتقرا وكتعالج وكتقول لنا اوتوماتيكمون، وهي كتعرف بان راه انت مادام درتي كيك راه خصك واحد السينيال في واحد البلاصه باش يدير هذاك الموتور امارس. العكس ديال هذوك الماطن الشينوا، يعني هذا الشيء اللي كنهضر لكم عليه دابا لا علاقه له بهذاك الشيء ديال الشينوا، واخا تخدم فيه 100 عام. يعني السيستم باش كيخدم هذا الشيء هذا سيستم غير على داك الشيء اللي كتعرفوا. دوك هنايا اوتوماتيكمون كتدخل لنا 12 فولت هنايا، الكالكيلاتور كتخرج لنا واحد السينيال ناقص كيمشي للرولي، والرولي كتزين هذا الخيط هذا وكتجي ديك 12 فولت يعني بالكابلاج ديالها غليظ، وكتدخل لهذا البروغرام هذا وكتخرج لنا كدور لنا هذا الستاتور هذا بناء على المعلومات اللي كيجوها من السيكابي، يعني بناء على المعلومات اللي كيجوها يعني من هاد السيكابي هذا. حنا معروف دابا بعض الماتور اللي فيهم هذا النظام هذا السيكابي تيكون فيه غير جوج ديال الخيوط ياماها وكاع في الماطر اللي ما عندهمش يعني ستار اوتوماتيك بحال هذا، يعني كيكون السيكابي فيه جوج ديال الخيوط كابتور. دوك هذا فيه ثلاثه ديال اللي كابتور كل واحد ديالاش، وان شاء الله يعني من قدام غنشرحوا هذا الشيء هذا بلي ضيع. علاش اش كاين دابا حنا استاذ؟ دابا حنا مازال ما هضرناش كاين هنايا ها؟ مالو؟ إذا كان ناقص ما غاديش يخرج. إذا ما كانش دوز فولت هنايا ما غاديش يجيو، حتى إلا خرب يبان لك داكشي كيترعد، لأن هنا بروغرام هذا ماشي كيقول لك ناقص ولا، إلا ما تعطاش داكشي اللي خصو يتعطى هذا أوتوماتيكمون ما يخرجش لك كاع تما، هو ما يديرش لك الموتور مارش، لأن هنا ماشي هو كيقول لك بلاتي واقيلا غادي نديرها مارش ولا سميتو. إلا ما جا داكشي اللي محطوط ليه في البروغرام ديالو ما غاديش يخدم. دونك هنا فهمتي دابا البوطون شنو كيدير. عندنا واحد البوطون اخر ما هضرناش ليه ما سرناش ليه في هذه البلاصه هذه،
واحد البودون اخر كاين في الاس اش عرفتوه ولا؟ ها؟ كيقطع الكرة. لا ما كاينش واحد كيقطع الكرة. كاين واحد البوطون اخر ما هضرناش عليه عرفتوه ولا؟ دابا شحال من بوطون كاين في الاس اش؟ في الطابلو دو بورد ديالها. ها؟ ديال ستار ستوب. بوطون ديال ستار ستوب باش كي باش كيخدم لنا داك السيستيم ديال كيدير المونتوراماش بوحدو. دوك هذاك الكابتور ولا هذاك البوطونه هذيك البوطونه هذاك السويتش فات تاهي غير جوج خيوط، ولكن ماشي هي ملي كنديرو حنا كنزيدو جوج خيوط راه كنزيدو الديمار باش يخدم ولا لا، كنقولوها غير الكالكيلاتور. الكالكيلاتور كنقول لها حنا راه بغينا داك السيستيم يخدم، هادشي من بعد غادي نعاودو نشرحو ثاني هو بوحدو شنو هما الكابتور اللي عندهم علاقه معاه. مثلا بحال كيكون عنده علاقه مع التي بي اس مع الاكسيراسيون، كتكون عنده علاقه مع الحراره واش الموتور سخون، وكتكون عنده علاقه مع لافيتاس واش الرويضه واقفه ولا كتدور، وعنده علاقه مع الفران واش انت مفراني ولا ما مفرانيش، وعنده علاقه مع الكالكيلاتور. يعني هادو كاملين يعني عندهم واحد العلاقه، وكاين واحد البروغرام اللي كيجيري هذاك الشيء. يعني اوتوماتيكمون كتخدم داك السيستم كيشوف هذوك الحوايج واش حاره مزيانه، واش الباتري مشارجي. الا كان دابا الباتري ما مشارجيش راه ما يجي يسكت الموتور، واخا تخدم داك الستار ما يجي يسكت. علاش؟ لان هي ما غتعطي لا كوموند باش يسكت الباتري باش يسكت الموتور، يعني حطي جوا هذوك المعلومات كاملين، الباتري مشارجي، الرويضه واقفه، انت فرانيتي وطلقتي الفران يعني فرانيتي، وكان اكسيراسيون زيرو، تي بي يعني واقف زيرو، سخونيه مزيانه مثلا فيها اذا كان مثلا اقل من 80 راه ماشي سكت الموتور، يعني خص الموتور يعني تكون فيه على الاقل بعد 80 عاد ديك الساعات هي غادي تسكت لك الموتور. دوك هادو معلومات تا هما ديالك البوطون، يعني من بعد ان شاء الله في ليطاب الجايه غادي نهضروا على داك البوطون، وغادي نهضروا دابا على ليكابتور. دابا نتوما راه بديتو كتاخذوا واحد الفكره